بإسهاب من ترامال ضد الذهاب للمستشفى، ويصر أن أنا أتابعه عبر الواتساب، وهكذا يتم. يعني الهيلث كير ما كسوق، يعني هذا تقرير اقتصادي على التكنولوجيا، سواء السوشيال ميديا، الموبايل، الكلاود، كله كلها هذه الأمور فيها نمو متوقع، أنه ب 2030 20% people aged over 65، which means increased demand for care, especially chronic care. والشورتج اوريدي موجود في معظم الدول المتقدمة. يعني قوانين، لابد من انه يصدر قوانين وتشريعات تنظم مثل هذا الامر، والا يعني تروا الان الشعوذة والادعاء التشخيص والعلاج منتشر، فما بالك إذا أصبح يعني مش عيادة مرخصة ومكان معروف، وأي شخص يدخل أونلاين يعني يحتاج لتفكير وجهد. يعني مثلا في الولايات المتحدة قارنوا بين السكان الأصليين والجايين القادمين من immigrants، يعني جماعتنا اللي راحوا، كان استعمال الانترنت كمصدر معلومات مش هو المصدر الأول، كانوا يعني يطلعوا بيجيهم إيميل لازم يطلعوا ورقة ما بيقرأوهوش عليه، مشاركة على الكمبيوتر كشخص ممكن ستيب باي ستيب بطيء تعلمهم، مقارنة في الأمريكان مش المهاجرين كانوا يعني يبحثوا بالإنترنت وغير الإنترنت في أكثر من مكان، يفضلوا الأشياء المرئية، بدهم دياجرامز وأشياء صور، reward and gratification فوري باستعمال ديجيتال أو كل الديجيتال لايف، بيكونوا يفضلوا يكونوا ضمن نتورك، fast learning presented in random fashion، best technologies based على الإيميل، electronic medical record. This is a great area. هل بالفيديو كونفرنسنج انت بدك تحكي وتكتب؟ هل بدك تسجل يعني ريكوردينج وبعدين تكتبه؟ هل في سوفت وير فورا يكتب الحوار ويضعه على ورق او على يعني ريكورد، بحيث انه يكون عندك انت ملفات الكترونيك، ولا في كل مرة بدك تعبي ورق وبعدين تضيفه على ملف ورقي؟ طبعا هذا يعني أمر جدا مهم. إذا أنت بدك تشوف باليوم 10 مرضى وكل واحد بعد ما تخلص بدك تكتب وتسجل، صار المريض بده ضعف الوقت. الفيديو كونفرنسينج كما إحنا الآن يعني في 17 شخص مشتركين في الخبرة، الأبس ممكن يكون لها دور، خصوصا في يعني مش يعني في المونيتورينج، يعني مرض مثلا أبس فور أدكتس تعطيهم يعني ديلي ريمايندر وديلي دوز اوف يعني هاو تو ديل وذ كريفينج، هاو تو ديل وذ كيوز اتسترا. لذلك يعني الكل يعرف الآن أنه الكل يحمل خلوي ويبحث عن الأبس، وهي
يعني لابد من أنها تؤخذ بالاعتبار. هل الأشياء اللي يعني انبثقت عنها virtual reality treatment اللي هو معالجات يعني عبر الإنترنت، social networking, artificial intelligence, machines and learning and cognitive computing، أعتقد أنه الـ artificial intelligence راح يكون له دور كبير يعني، وخلال السنين القادمة عندما تحل محل الإلكترونيك ريكورد والتسجيل المباشر، راح يكون في نوع من التدخل الـ artificial intelligence حتى يساعد في توثيق ما يتم في هذه المكالمات أو الكونسلتيشن. لذلك بتشوف إنه من التسعين من انتقلنا من الاتصال التلفوني إلى إيميل، يعني إحنا عنا لحد الآن في ناس ما بيمتلوا له إيميل، ما بفهمش عليه شو هو، بعض الزملاء لا يملكوا إيميل الصراحة. استعمال الويب سايت، استعمال بدخل بعدها فيديو كونفرنسينج موبايل، دخلنا على أشياء كبيرة كثيرة، وحتى الإلكترونيك هيلث ريكورد أصبح المريض برضو قادر على الدخول فيها، يعني بقى عنده هيلث ريكورد كامل مش بس للسايكاتري، لكل وضعه الصحي وتكون السوشيال نتوركينج، صار عندنا إلكترونيك هيلث ريكورد، صار عندنا فيديو كونفرنسينج بال2015 وإحنا الآن بال2020. أين سنكون في 2030؟ أنتوا اللي بتتابعوا، إحنا نكون متقاعدين إن شاء الله. لذلك يعني بدك تشوف الموضوع بشموليته، وأنا بعرف إنه في منكم ناس مهتمين في الموضوع. Direct real-time synchronous consultation occur at the same time at a distance. This can occur with video conferencing patient مقابله طبيب أو psychologist بده يتعامل معه. وهناك indirect، في عندك يعني بدك تحط هذا التصور، يعني في mental health، في primary care، في patient هو بالكلينيك، ممكن يصير in consultation request و notes بين الطبيب العام وطبيب الأسرة مع السايكاتريست. Population health and collaborative care، يعني هنا يأتي التداخل بين المرضى، in person بيجوا للطبيب، المرضى بيروحوا للبرايمري كير أو لا بده يمر عن يعني ريموت أو كوميونيكيشن بين in personal visit، تيلي ميتينجز اند اوكيجنال going to see the patient or the patient is seen. لكن ممكن هنا يدخل كل الابليكيشن ريكومندد، messaging, questionnaire apps, medication adherence app, video conference, video and audio messaging, email and post office email, patient web portals, fax, telephone. يعني الواضح ان هناك في يعني ثبات أو مصداقية في التشخيص عن بعد، يعني لما تقارن إنه المرضى شفناهم عن بعد باي تيلي سايكاتري واللي نشافوا in person
فمدى ثبات التشخيص والنتيجة هناك ثبات لا بأس به. البعض يعتبرها بتكفي بس للتقييم وليس لعمل سايكوثيرابي أو القيام بعمل بيهيفيرال ثيرابي. Improved communication between patient and care provider، يعني دائما المريض يعني ما يحس إنه في تواصل، بده من الموعد للموعد ينتظر، غير لما يعرف إنه بقدر ممكن يبعث إيميل أو يبعث مسج. ممكن ميزات للطبيب النفسي، يعمل من أي مكان في أي وقت بيحب يعمل فيه، العمل مع population مختلفة. يعني أنا مثلا عندي عدد كبير من المرضى بخارج الأردن، سواء أردنيين خارج البلد أو إخوان عرب، فممكن هاي برضو تكون تدعم. يعني هذه لما يتحدث عن كيف يدخل في الفول كير، بالفول كير اوف يعني هيلث كير ان جنرال وليس على المستوى الفردي. يعني على سبيل المثال، ماذا نفعل حتى تصبح عيادات ومراكز النفسية التابعة لوزارة الصحة كلها connected somehow. يعني برضو لما نيجي في هناك تعليم في consultation على الحالات، تثبت دايركت إعطاء الكير الدائم، هذا ينعكس على المريض وبالتالي على المجتمع. إذن mental health provider ممكن من مكانه يتابع الإمرجنسي ديبارتمنت، فورنسيك سيتنج، إن بيشنت، ريزيدنشال كير، يعني مراكز للإعاقة، مراكز لأي لكبار السن. في فرق بين العمل الفردي والعزلة بمكان واحد، وأن الواحد يصبح isolated ويركز على بس إعطاء الدواء بأسرع ما يمكن. يعني هذه أشياء لا يجب أخذها بالاعتبار. رقم 4 جدا معضلة، لأنه يعني هذا السيستم الأمريكي قائم على أنه أصلا هم في السيستم تبعهم إما هو مدفوع من الإنشورنس، وبالتالي إذا وافقت الإنشورنس تدفع، أو هو المريض بيدفع. وهذا يعني أنه معتاد أنه تجي توصله فاتورة ويسددها. يعني صار عليه 3 4 جلسات تجي فاتورة بيبعت فيهم شيك، أو حاليا بيبعت شيك بيعمل ترانسفير أونلاين. الآن عندنا صعوبة إنه الناس مش معتادة على الدفع لاحقا. يعني عندنا صعوبة إنه مش تأمين اللي بيغطي، الناس اللي بدها تدفع، هل الناس عندها القدرة إنه تبعث لها فواتير بعد 6 أشهر ويسدد لك إياهم، ولا يحول أولا بأول ماديا؟ هذه الخيارات اللي بدها تفكير وتجريب، لأنه يعني ما أعتقد إنه كل مرضانا لديهم أبليكيشن، بنك أبليكيشن، بدخل الآيبان تبعك وهي will start sending you يعني whatever charges على your account وأنت أمورك واضحة. حيث موضوع التيم، بلا شك هذا يعني
تسهيل كبير. ممكن أحيانا يعني شركات الأدوية اللي بتطلب منا نعمل محاضرة، ونعمل المحاضرة بحضرها 20، يعني كان اللي ممكن يستفيدون منها 100. هلا بهاي الطريقة ممكن عدد المستفيدين يكونوا 100، ويخفف هذا مواصلاتهم، يخفف عن الشركة العشاء، ويصفي بالنهاية يعني بدها تدفع للي قدم المحاضرة فقط. لكن يعني البعض راح يقول لك لا، احنا بنحب ان نروح ونجتمع ونتعشى ونشوف بعض، which makes sense. يعني هذا القول ما متداول، يعني the computers do well what humans do badly and vice versa. يعني التعاطف والإمباثي ومش عارف ايش، الكمبيوتر ما عنده هاي الإمكانات، لكن عنده دقة في المواعيد والمعلومات وحفظها بتساش يشيل الكمبيوتر. بس برضه ممكن تبدأ تشتغل السوفت وير يتخربط وتبطل عارف شو كيف تعمل. الهايبريد كير واللي هو يعني غالبا أنا برأيي إنه بده يكون البداية بده يكون هايبريد كير، يكون عندنا جزء فيرتشوال جزء فيزيكال. يعني يكون في عندي أنا تراديشنال إن بيرسون ستاندرد فيها كل المتطلبات الجايد لاينز، والأدفانتج بتصير لبعض المرضى فيرتشوال رياليتي سايكوثيرابي لبي تي دي اس كونفينينت ايميديت بروفايدر كان اوبزيرف ذا بيشنت ان ذير انفايرمنت ان دايركت اوف اورز كير اوبورتونيتيز موداليتيز انكلود فيديو كونفرنسينج ايميل تكست مسج تيليباثي تليفون. الصورة والصوت واضحين، بعطي انه في ضعف بالنت. واضحين 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 دكتور. اوكي. فلذلك يعني في advantages for both sides. الآن هذه موضوع مواضيع برضو لابد ناخذها بالاعتبار، إلى أي مدى راح تكون في regulation على malpractice license standard of care. عمل الوصفات، يعني انت تعرفوا بانه مثلا في امريكا ما فيش اي دواء بده ينبعث بدون وصفه، فالسيستم لازم ينبعث على اساس يصير عندك في شيء في الكترونيك بريسكربشن، وهاي الالكترونيك بريسكربشن بده يكون لها طريقه خاصه بانها تروح للصيدليه المعنيه بانه يصرف الادويه. هذه يعني راح تكون مش من السهولة، يعني بين عنا إذا كتبت له الآن عم تمشي الوصفات على الواتساب بالوضع العادي، مش مفروض إنها تمشي. لابد إنه يكون في بروتوكولز وبروسيجرز وآلية للعمل واستمراره والمواعيد وكيفية المواعيد وتغييرها. والموديل المالي لابد من انه يكون واضح، يعني بده يكون مرات ايداع فوري في البنك او تحويل على وسترن يونيون، او يعني يمكن يصير في عنا مجال التحويل بطرق اخرى لا اعلم. يعني الى اي مدى راح يمشي، احنا في تقدم بهذا المجال تلاحظوا كل شيء الآن عم بنزل على اي فواتيركم، واللي هي يعني خففت، لا عاد تدفع كهرباء ولا تلفون ولا غيره، كله كان تدفعه الكترونيا. الى اي مدى هذا راح يمشي
بيعتمد كم عدد الناس اللي عنده أصلا حساب بنك تحول منه، لأنه لا مفروض في مصدر للتحويل. مال براكتس طبعا تعرفوا أنتوا أنه في إنشورنس على الأطباء في العالم، حتى يعني لما في قضايا مال براكتس يتم التعامل مع هذه القضايا في إطار يعني الكود اوف براكتس والجايد لاينز، كيف بدك تطبقها هاي، وهل الشركات ستوافق على تو كفرت لأي شخص ولأي مدى، هل ستتخوف منه أم لا. يعني احنا ما عندناش هذا السيستم، بس most likely will go somewhere, will start. برضو الترخيص، يعني أنت عندك رخصة، مين اللي بده يطلع على الترخيص؟ أنت مرخص كطبيب اختصاصي، ولا أنت طبيب مقيم، ولا أنت psychologist licensed، ولا غير licensed. لذلك كل هذه يعني تمت التعامل معها في كثير من الدول في أوروبا وأمريكا وكندا، أستراليا، نيوزيلاند، اليابان، ولا بد إنه يلحق دور الدول العربية. برضو مين اللي يعني كيف بده يتوزع الهيكل وشو بده ينعمل؟ يعني برضو مثلا أنا أعطيكم مثال، هل إذا المريض اقتنع، يعني أنا جربت إحدى المرات يعني مريضة من خارج الأردن استمرت أسابيع وهي تبعت لي على الماسنجر وأنه هي بدها يعني أخوها في الضفة وبده يتعالج ومش راضي وما بدأ ما بيطلع إلى آخره. ماشي، اتفقنا أنه هي تحول مبلغ من المال ونعمل استشارة، وطلبنا منها للتسهيل عشان يعني تكون الناس مركزة تكتب كل المعلومات اللي متوفرة، وين راح والأطباء وشو أسماء الأدوية، مش بأثناء السكايب كل شوي تقول لك أنا دواء هلا بدي أروح أدور عليه. فإرسال إيميل مسبق كان في صعوبة، بعدين تمت المقابلة أعطي المريض العلاج على أن يعني يكون هناك فولو أب بعد شهر. هلا صفى في تقريبا كل يوم 3 مسجات بناء على الكونسلتيشن فيز تبع المرة الأولى. صرت أنا مطالب إني باليوم بدي أحكي أجاوبها 3 مرات، مع إنه في كان توضيح إنه كل فولو أب راح تكلف كذا، ولم يفلح الأمر، انتهى المبلغ اللي حولته من أول أسبوع ما حولت، لكن استمرت بالأسئلة. كثير من الأحيان المرضى اللي إحنا من خارج الأردن خصوصا بنحاسبهم على المكالمة، بقول لك أنا حكيت معك، أنا دفعت المكالمة، أنت بدك تدفعني مقابل إيش؟ أو أنا بعثت إيميل وأنت رديت علي، هذا شو مقابل إيش؟ يعني في مفهوم فكرة إنه بالأساس كلها فكرة إني إنك أنت تدفع مقابل اس ام اس، وتدفع مقابل إيميل، وتدفع مقابل، في عنا هاي مشكلة كبيرة، يعني مش متأكد أنا من حلها النهائي. الستاندرد اوف كير المفروض ما يتغير، كل الإثكس وكل الأمور تكون بنفس الترتيب، تقديم الوصفات، بروتوكولات لإدارة الأمور وانسيابه وتحصيل الأموال. طبعا هذه اللي حابب يطلع أكثر فيها عدد من اللينكس.
يعني سلايد زي هذا بدأ يدخل في تفصيلات كتيرة. keep your room doors or windows closed، مش مفروض إذا أنت بتعمل consultation في البيت كل العيلة تسمع، أو هكذا سيشعر المريض. إذا كان في شخص آخر معك عرف عليه، لأنه يعني المريض بده يشعر بأنه هو في برايفسي. مش مفروض إنه أنت معبي الغرفة يعني صور لبرشلونة ولا ريال مدريد أو يعني أو أي شيء ديني، عرقي، نضالي. المفروض إنه تكون as much as possible neutral، يعني الأماكن، المكان اللي أنت موجود فيه. يعني الويب كام لازم يكون على الكمبيوتر مش على الجنب حتى تظهرك بشكل كامل. اجلس بشكل يعني متوسط، ما تقتربش كتير. هذه يعني تفصيلات يمكن نختلف فيها أو نتفق، بس هذه يعني جهة عالمية، American Psychiatric Society مع American Association Psychiatric Association أو American Telemedicine Society. هل يعني body language, space perception، بالنظر للشخص هل هذا بيزبط عبر الكاميرا كما هو بالحال في الأمور الأصغر؟ نشاطات الجو، الأمور، هذا الحكي البسيط، كيف الجو عندكم، إنه كويس. يعني برضو هذا يجب أن يكون إلى حد ما محدد. يعني الناس ما تعتبرش كأنه إنه هذا لقاء اجتماعي، يعني مش لقاء علاجي. المفروض إنه يكون في وضوح برضو في موضوع الكلتشر والانفايرومنت اللي انت فيها. يعني هل ستجلس لتعمل فيديو كونفرنسينج وانت لابس بيجامة مثلا او تريننج سوت؟ العلاقة بموضوع الهايبريد كومبينيشن اللي حكينا عنها، كيف يعني تكون العلاقة عن بعد أحيانا، وهل هاي العلاقة بتزبط زي المقابلة الشخصية؟ حدود للمريض وحدود للمعالج. يعني أنا مرات مثلا بخطر في بالك، طب هذا المريض أنا بدي أعمل له فحوصات، يعني أكمل أو أطلب له الفحوصات بعدين يبعث لي إياهم، بعدين نكمل مثلا بكرة بعده. يعني هاي الـ practicalities بيلزموا MRI. يعني هل راح نخلص اليوم نطلب الـ MRI وقبل المقابلة القادمة تكون جاهزة؟ الاختلافات، you can definitely see the patient situation. أحيانا يصعب التصور هذا الشخص وين هو، وين بعيش. management لل والإيمج في لل patient environment مفيدة، بس إلى أي مدى يعني راح تعرفها من المرة الأولى؟ هل هناك مشكلة سيفتي بأنك أنت عم بتقابل المريض والمريض سوسايدل، وسيمبلي لما حسك بديت تسأل عن السوسايد سويتش أوف واختفى؟ تيم كوميونيكيشن وتيم بيلدينج،
هاي بلا شك أمور مستمرة، كل المنظمات الدولية، كل الأخوة اللي اشتغلوا مع اللاجئين السوريين عملوا تيلي كوميونيكيشن تيم بيلدينج. لازم يكون في كلير باوندريز مع المرضى. يعني لازم يكون في مواعيد محددة استعمال الإيميل والمسجز بدل التواصل، وينتبه يرضى المريض. يعني مرات تجد فيه 20 مكالمة مست كول، ومش خاطر بباله إنه يبعث لك مسج. استعمال التكنولوجي في كل مكان ومن قبل كل الناس وكل الأعمار. يعني هل مثلا إحنا الآن في مجتمعنا من هم في 75 فما فوق، حتى في 65 فما فوق مستعدين لاستعمال التكنولوجي ولا ما راح يرفض؟ يعطيكم العافية. نترك المجال الآن للأسئلة والمناقشة، لأنه الموضوع بعتقد أنه شائك. تفضل. إذا سمحتوا لي أنا أكون أول مشارك. يعطيك العافية دكتور وليد، وكل الشكر لك، يعني جهودك فعلا مقدرة، وشو ما شكرناك ما بنكفيك حقك. أنا صراحة في عندي مجموعة يعني تساؤلات، بجوز الأول فيهم إنه هل دكتور بتتوقع إنه السوشيال ميديا أكاونتس might reflect the patient might reflect the patient's personality، أو ممكن تفيدنا في السايكوباثولوجي تبعت المريض؟ فاني انا قبل ما اشخص المريض اروح اطلع على الفيسبوك اكاونت تبعه او على الانستغرام اكاونت تبعه، واني اخذ بعرفش يعني انطباع اولي عن المريض من خلال هاي الاكاونتس. هذا السؤال الاول. والسؤال تفضل. نجاوبهم واحد واحد. السؤال الأول، يعني هاي برضو راح تجدها موجودة في كل الدوكيومنتس والريسيرش، how useful أو مش useful، وإز إت يعني إنك بتبحث عن أمور عن المريض، المريض موافق عليها ولا لا؟ ما إحنا طيب هذه ما بنعملها في الممارسة العادية، ليش بدنا نعملها لما نصير نشتغل تلي سايكاتري؟ يعني كثير من الأحيان انظر للأكاونت تبع الناس اللي أنت بتعرفهم بيرسونالي، ما بتحس إنه الأكاونت كثير بيمثلهم. يعني في ناس يعني الأكاونت تبعه بواد وشخصيته في بواد آخر. يمكن إذا طلعت على أكاونت زيي بيمثل تماما، بمجرد ما تطلع بتقول آه بالضبط هذا هو وليد سرحان، كله بيبرز وكله. بس هذا مش العادي بين الناس، فأنا I am not sure how useful is this could be. وبعدين how much time are we going to spend؟ إذا أنا يعني كل مريض بدي أفتح الانستغرام تبعه وتويتر وفيسبوك وأطلعهم، هذا is time consuming. Are we paid enough to do this؟ وأنت إذا بدك تفكر مش بطريقة المؤسسات البابليك سيكتور، هذا مو بالبرايفت سيكتور. It's يعني أنت محدد لك 50 دينار كشفية، بدك تاخذ 50 دينار وتجلس مع المريض فيديو كونفرنس ساعة وتمضي ساعة بالبحث عنه، وثم كتابة المعلومات وإرسال الوصفة واستقبال صف المريض بده ياخذ 3 ساعات. عمليا هذا مش فيزبل. يعني بالعيادات ال50 دينار مش فيزبل في كثير من الأحوال، إلا إذا العدد كان وصل رقم معين. فأنا أعتقد إنه في مشكلة في الـ credibility، how much social media is a credible source of the personality. بتلاحظ بالمحققين والإرهابيين كثير بالجولة، لأنه هذول الناس عامل أكاونت عشان يحط آراءه،
يعني بحط آراءه وبعدين بروح بنفذ عملية انتحارية. بس غالبية الناس مش بالضرورة تكون انفورماتيف. أحيانا مريض سوسايدال مش عارف توصل له وممكن تدور على الأكاونت تبعه، لكن ما أتصور أنها تكون روتينية. سؤالك الثاني. ودكتور انا يعني بتفق معك يعني في وجهة النظر هاي، بس لانه سمعتها وقراتها في اكثر من مكان، يعني حتى في ناس تدعو انه او يعني في محاضرة كنت بشوفها انه واتس نيو ان مينتال ستيت اكزامينيشن اند سايكياتريك هيستوري، وكان واحدة من المقترحات فيها انه وي مايت اد الهيستوري اوف سوشيال ميديا كبارت من السايكياتريك هيستوري، ف صحيح. يعني اكيد هو الموضوع خلافي. يعني في موجود حكينا دعوات موجودة بس في مقابلها تحفظ كبير. يعني how you have you need to research this وتعمل clinical trial تشوف الفرق بال reliability و validity of your diagnosis مقارنة whether you use the social media or not. And it's going to take probably equal amount of time. Is the patient going to pay you for that time? هل تسعيرة النقابة عندنا راح تسمح لك to charge the patient double or triple لأنه يعني حاب أنت تعرف أكثر؟ في أسئلة قانونية تنظيمية زائد القصص الكلينيكال reliability والبنفيتس من هيك إجراء. تمام. في دكتور كمان كان سؤال خطر لي عن موضوع الالكترونيك ميل هيلث ريكوردز. عندنا بالاردن في برنامج اللي مطبق في يعني وزاره الصحه حكيم. حكيم، نعم. حكيم السايكاتريك نوتس فيه بتكون هايدد فروم ذا اذر يعني فيزيشنز، صحيح. فما بيقدر طبيب الباطنيه يقرا النوت تبعي او طبيب الجراحه يقرا النوت تبعي، فكنت حاب اسال عن رايك في هالموضوع، يعني دو يو اجري على هاي القصه ولا لا حاب هذه اعرضها؟ قصص جدلية مرت العالم كله فيها، لأنه يعني كم من اللي إحنا من راح نكتبه should be available. يمكن بالنهاية at least لازم يكون التشخيص والعلاج available، وإلا بصير برنامج مش effective. يعني مريض دخل على أجي على الطوارئ بدهم يعرفوا شو ماله، إن كوما عرفوا يدخلوا على اسمه حكيم، إشي كتير بفيد إنهم وجدوا إنه هو depressed و he is on Prozac 40 مليغرام وصاله شهرين عم بياخدها. يعني ممكن تكون this is suicidal attempt related to what we have. ف it's to طبعا to hide it all كل السايكاتري عن باقي المواضيع، هذا مش متبع في أمريكا. يعني المفروض انه كله معه والمريض كان اكسسد. برضو احنا عندنا حكاية المريض كان اكسس his complete file بانه يدخل في تفصيلات انت شو كاتب عن شخصيته، شو كاتب عن تفاصيل حياته، كاتب له سيلف استيم بده يرجع يناقشك ليش كاتب عني سلو سيلف استيم. يعني الفكرة كلها جديدة. يعني إلى أي مدى إحنا ومرضانا قادرين على التكيف فيها؟ ويكون عندي على هذا برنامج في وزارة الصحة. هلا في القطاع الخاص إذا بدك تعمل إلكترونيك ريكورد غالبا بدك تعملها إلك برايفت في العيادة، وأنت اللي بدك تطلع عليها، وبناء على طلب المريض ممكن توديها لأي يعني يو إيميل تو أي لأي أذر منتال هيلث بروفايدر أور أني فيزيشن حتى بشكل عام. بس هذا بده يكون بناء على طلب المريض وليس اكسسبل من قبل، مش المريض بنقلها، يعني انت المفروض تنقلها. هذا اللي انا بحكي عنه، انه بيلزمك في جايد لاينز، في
بروسيجر، شو المسموح شو اللي لا، لابد انه يكون في بروفيشنال جايد لاينز، ويمكن governmental رول وريجوليشن حتى ما الأمور تضيع. أي أسئلة أخرى؟ آراء؟ دكتورنا يعطيك العافية. أول شيء شكرا جزيلا جزيلا على هذه المحاضرة الجميلة. هلا بالنسبة لتعقيب على حكي الدكتور محمد على برنامج حكيم، التشخيص والعلاجات هي افيلبل لجميع الأطباء ولجميع التخصصات، هي فقط النوتس اللي احنا بنكتبها مش افيلبل لهم. أما التشخيص والعلاجات لا افيلبل لهم بشوفوها. يعني هلا في سؤال. معقول، يعني النوتس ما تكونش معقول، أما التشخيص هذا سكيزوفرينيك بأخذ أولانزابين وبأخذ، لا هذا أكيد إنه ضروري. صحيح دكتور، يعني كونه احنا مجتمع شرقي، خلينا نحكي بالفيديو كول لتشخيص مريض، ممكن في ناس تستحي تقول لك بدي اوديو كول، باعتقادك هل هذا افكتيف حيكون؟ والله طبعا أقل يعني، وأقل لأنه إحنا يعني من مارسو، مش من زمان، من سنين قبل الإنترنت، يعني بيجيك اتصال من الإمارات من غيرها إنهم يستشيروا على مريض. It's not really، يعني you don't get the feeling اللي بتحصل عليه من المقابلة. يعني مرات انت نفسك ما بتحس بالثقة انه you can proceed بناء على المكالمة هاي، وانك تأخذ المسؤولية كاملة. لذلك انا هذا السبب ما حكيت عن الهايبرد، انه هلا انا عندي آلاف من الناس برا الاردن ممكن يحكوا معي، بس انا عندي ملف بالاساس، انا شايفهم، عملهم فحوصات، عملهم تقييم، بعرف وزنه وطوله، بعرف عنده ميل، عنده ميل، عنده سكري، بده ياخذ جلوكوفيج، بعرف القصة. سهل اذا بده يحكي معي استعمل المعلومات اللي عندي بتذكره، بس مش سهل انها تبدأ كلها باي تليفون. بس يعني في صعوبة، لابد بيجيكم اتصالات كثير، الناس تسأل، مرات بتحس انك مش عارف شو جاوبهم، يعني مش حاسس انك اخذت المعلومات بشكل كافي حتى تكون قادر انه بثقة تجاوب نعم هذا انا بعتقد انه عنده مشكلة كذا. فهي أضعف، بس يعني مؤكد إنها مرات موجودة ومنضطر نعملها. شكرا كثير دكتور. بس سؤال ثاني معلش اذا سمحت لي، يعني كلنا بنعرف انه الناس عندها استجما على الموضوع ككل على السيكاتري، وفي ناس بدها تيجي وبتحبش تيجي، وفي ناس بدها تيجي اهلها بمنعوها يجوا. صحيح. فهل بموضوع التلي سيكاتري احنا نطلب انفورماتيف؟ يعني عادة مثلا على العيادات عندنا نكاد نكون يعني بشكل او باخر نفتحش لمريض ملف او بنشوفوش اذا معوش انفورماتيف، وفعليا بكثير احيان بيكون ضروري وجود انفورماتيف. فشو الاجراء بحاله زي هاي؟ يعني ممكن واحد يحكي معي يلاقي ديبريست سوسايد، شو يعني؟ يعني شوف، في احنا اساسها الان في القطاع الخاص، يعني بمرضى بانيك، سوشيال انكزايتي، جنرالايز انكزايتي، معظمهم مرضى بيجوا لحالهم صراحة. يعني المرضى اللي بيجوا مع مرافقين وانفورمنت معه يكون سكيزوفرينيا، ادمان، باي بولر. المفروض انه في بداية ان المفروض التلي سايكاتري يكون لس استجماتايزي، يعني فكرة انه خايف الناس من عشيرته وقرايبه يشوفه داخل على العيادة النفسية بتكون راحت. لكن بتستمر الافكار التانية في الاستجما، وفكرة انه لازم دائما يكون انفورمنت، لا، يعني في كل الجايد لاينز في العالم
الانفورمنت مثلا في الشايلد ادولسنت 100% ضروري، انفورمنت في السايكوتيك بيشنت. سايكوتيك مش ريميشن، يعني بتشوف عندنا بعيادات سكيزوفرينيك ماشي كويس وبراجع هو لحاله وله سنين براجع ما فيش معه حد. هلا في البداية ما كان شيء، يعني في البداية كان أهله جابوه، كانت طوشة طويلة وانتهت واستقر الوضع. في الفترات الأولى نعم قد تكون يعني العائلة بتكون على الفيديو والمريض رافض مش راضي موجود، ما بده يحكي ما بجاوب ولا سؤال، فهذا ممكن يعني بده يكون بنفس القواعد المتبعة في الأوفيس كونسلتيشن. شكرا حكيمة، شكرا. يا هلا، أي شيء آخر؟ طيب إذا كان يعني بتصور الموضوع هو بالتفكير، يعني ما في كونكلوجن نقدر نعملها، بس كل واحد بيقدر يقرأ ويشوف ويجرب ونجمع خبراتنا في مساهمة إن نبدأ شيء من هالقبيل ونكون جاهزين. أشكركم وبعلمكم في موعد وعنوان المحاضرة القادمة. شكرا، تصبحوا على خير. يعطيك العافية، السلام عليكم. للدكتور. يعطيك العافية، شكرا شكرا. يا هلا. صباح الخير يا أبو يوسف.